بقى نزور مصنع عملاق لزخرفة الزجاج في قرية جراح في مركز أجب الدقهلية، اسمه سنابل، وهو متخصص في زخرفة وتلوين أدوات المائدة الزجاجية بأحدث معدات في العالم، وأسسه 5 إخوات طارق ومحمد وحسن وأسامة وشريف سعد، وبجد عندهم خطوط إنتاج مذهلة، وهم بيوزعوا إنتاجهم على مستوى الجمهورية وبيصدروا كمان، وطبعا بيقدموا أعلى جودة وأفضل سعر. وخلي بال حضراتكم، منتجاتهم أفضل من المنتجات التركية والصينية. الخبراء التشيك نفسهم لما جم المصنع اندهشوا من قوة خطوط الإنتاج الأوتوماتيك ومهارة العمالة في التعامل مع المنتجات الزجاجية. وبالمناسبة عندهم معرض ضخم لبيع منتجاتهم بسعر المصنع. تعالوا نقابل محمد سعد، مؤسس مصنع سنابل لزخرفة الزجاج، واللي طاقته الإنتاجية بتوصل ل20,000 طقم سنوياً. الصناعة سهلة صعبة؟ بدأناها إزاي؟ تعلمناها إزاي؟ عرفنا المكان الضخم اللي عنده جدا إزاي؟ كان زمان كان طبعاً ما فيش التكنولوجيا دي كلها والحاجات المتوفرة دي كلها. طبعاً واحدة واحدة لما الإمكانيات بدأت تحسن معانا، بدأنا إن إحنا نسافر ونشوف العالم بيعمل ايه وفي المعارض دي شكله ايه، وطبعا نجيب اي خبره من بره ونعملها زيها وممكن احسن كمان. وطورنا الموضوع لغايه ما وصلنا في دلوقتي احنا بنروح المعارض في جميع انحاء العالم وبنشوف احنا وصلنا لغايه فين وهم فين. طبعا احنا الحمد لله بقدر بكل قوه جودتنا زيهم بالظبط ويمكن احسن، وفي التشكيل ممكن يكون اكتر كمان، وفي السعر. يعني مثلا اخر معرض كان في اسطنبول شهر 9 اللي فات، ده كان فيه طبعا حاجات هناك بتتباع الدستة مثلا وليكن ب$30، انا هنا ممكن سعري يكون اقل من $10. انت شغلك دخل بلدي عايز اعرف. دخل جدة السعودية، ودخل طبعا ليبيا، ودخل السودان، دي والامارات طبعا، ده الدول اللي احنا صدرنا فيها. دي تصميماتك انت؟ الديكوريشن والتصميمات احنا كل يوم بنعمل جديد، وطبعا ايه المصانع هنا كلها بتقلد بعضيها. لان في منافسه في السوق. ودي حاجه كويسه، دي سنابل طلعت ده، ففي بعض الناس تحاول تقلد، ودي حاجه كويسه. حاجه صحيه ان انت اصلا ما تنامش، ليه في واحد وراك انت عايز تسبقه كويس. هو وراك، فدي حاجه كويسه في السوق مش وحش. عندك كم عامل النهارده في المصنع؟ عندنا 150 عامل. اكلمك دلوقتي كرجل صناعه، انتوا محتاجيني هنا في جراح عشان نحمي المنطقه دي، محتاجين محميه صناعيه، محتاجين مصنع حكومه، مصنع كبير لصناعة الزجاج، بس يكون مصري 100%. ما انا شايف مصنعين عندكم هنا. لا بس دوت مش بيعمل كل حاجه. ده برضك بيعمل جزء والباقي بنجيبه من بره. طب انتوا محتاجين مصنع متخصص في ايه؟ في صناعه الزجاج بس، يعمل كل يعني شيء، يعني يعمل الكوبايات والاطباء والحاجات دي. يعني في جزء بنجيبه من التشيك. طب ليه المصنع ده ما يتعملش هنا؟ يعني استثماراته قد ايه يعني؟ مليار جنيه مصري بالظبط. تعمل لك المصنع اللي يشغل كل الناس دي؟ اعمل المصنع اللي هو ما فيش حد في بص ما تسيبش حاجه الا ما اعملها. طب لو انا قلت لك ان احنا كقريه احنا عايزين نخرج المصانع من هنا وتروح تشتغل في المنطقه الصناعيه القريبه جدا، اقرب منطقه صناعيه منك هنا فين؟ جمصة. على بعد ساعتين او ساعه ونص. جمصة ودومات الجديده، ساعتين مثلا، ساعه ونص. طيب احنا قلنا عشان نحول جراح لمحميه للزجاج او وطن الزجاج زي ما حضرتك وصفتها لي، دخلت هنا جراح دي وطن الزجاج وعجبتني جدا. عندنا مصانع الكرتون اللي بتخدم على الصناعه وكل حاجه موجوده. طيب احنا قلنا اول حاجه نعمل مصنع للازاز كبير يوفر للناس الخام الرئيسي بالزبط. اللي بيشتغلوه طالما هنا الناس فنانين بالزبط. في عمليات الطباعه بالزبط. والزغرفه وكل حاجه. تمام. ندخل الغاز، ايه تاني؟ طبعا الطرق، دي مش شكل طرق. احنا بيجينا ناس حق. احنا بيجينا ناس اجانب ومعاك. انا بيجينا ناس اجانب هنا كتير، الناس التجار اللي مثلا بيجوا لما بيشوفوا المناظر ديت. طبعا معلش الطرق صعبه. لا لا الطرق صعبه، ده مش مدخل قريه صناعيه يعني خالص. مش عاملين صندوق هنا مجمعين فيه من بعض حاجه ونساعد البلد، نعمل مدرسه يعني نظبط حاجه، ندهن شوارع؟ والله احنا عندنا مدارس كويسه، قريه جراح ديت يعني من اجمل القرى في مركز اجد، لكن عايزه شويه اهتمام. يعني بصراحه في سحر لو انت في طياره تصور من فوق كده، في مناظر معانا يعني. بلدنا جميله جدا، لكن انا قدامي انا هنا منظف، عامل انترلوك، عامل الشارع زي بره بالظبط. انت مصنعك الله اكبر، ومن بره في الشارع قدامي. تمام. مصنع ولا في منطقه صناعيه في 6 اكتوبر ولا بالمناسبه عشان انا عامل انترلوك بره هنا، خدت مخالفه، وزرعت الشجر الحلو ده خدت مخالفه. كلام جد؟ اه والله. اشكرك عزيزي، وعايز اقول لك ان يعني عدد التصميمات اللانهائي اللي انا شايفه ده يؤكد ان احنا عباقره في هذه الصناعه. تحت امرك. احنا جامدين جدا. ولا مصر دي. مصر وقادرين مصر نكسح العالم مصر كله. مصر في الزجاج من اقوى الدول وما شاء الله. ايام الفراعنه. هقول لحضرتك على حاجه بقى بسيطه يمكن كتسر يعني. طبعا اكبر صاحب اكبر مصنع في العالم اللي هو بوهيميا كريستال، ده جالي هنا. ده تشيكي صح؟ تشيكي وجاي بطياره خاصه كمان. كان عاوز يعمل هو المصنع هنا في مصر. العالم كله باصص ان هو يجي مصر ويصنع في مصر. احنا ما بنفكرش احنا بقى ليه نعمل احنا الكلام ده. احنا محتاجين المكن ومحتاجين المهندسين، ما موجودين المهندسين.